السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال الله تعالى قل من جل يعصمهم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يزيدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وقال الله تعالى وإني كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقال الله تعالى وَمَيَقَنُوتِ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نوتها أجر مرة مرتين وعتدنا لها رزقا كريما وقال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن أتقيتن فلا
فلا تقطعن بالقول قولي فيتمع الذي في قلبه قلبه مراد وقل قولا معروفا وقال الله تعالى وقرنا في بيوتكن كن ولا تبرزن تبرج الجاهليات جاهليات الأولى وعاقبنا الصلاة وآقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله بيذهب عنكم الرجس راسي على البيت بيتي ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم.